قويه اجيك على التقييم قويه تحرق تكب تولع اجيك على التقييم بس اليوم اليوم ننظف ان شاء الله بكيفك اجيك على التقييم لما اجيك على التقييم حوس اسال انت انتوا هنا كلكم بطريقتكم عاد كل واحد ماسك طبخته ها وعارف شو اللي اخذ تجي نعطيك مقاديرك وانا اسولف معك عادي طبيعي ولا اكون معك المطبخ اطلع برا اروح من ما اروح برا بس انت اليوم في المطبخ ثق تماما انك محتاج كل درجه المطبخ هذه ركز لي بكل شيء قبل ما تروح المطبخ انا اعطيك التعليمات طبعا مش كامله خالي ولو سمحت ترى بس خلاص حطيتك هذه ترى بس عدل بس هناك وتعال ايش ورا الجدار ذي عدل بس يا شباب خلاص فوق الطاقه يا شباب فوق الطاقه سم سم لا لا برضه في جبهتي بقدر اطلعها لو 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 تحب بس طيب اوه انا اسف يا بعدي تفضل يا شباب خذ فارس البس هذه يا فارس البس هذه الطواقه يلا هات يا شباب انت نفس الطريقه لا خلاص عطنا السوس عطنا روح روح, روح البس شوف بس ما تعلي يا اخي انتوا ما شاء الله يا اخي يا اخي انتوا الاثنين فله كيف جيتوا فله ها ما شفت الفله الحين اصبر انتوا الاثنين فله باقي باقي الله يسلمك اول الله اقول الحمد لله على السلامه الله يسلمك مبلغ ليش الضحكه محمد رابع طيب المعيانه معنا ايش قال من اللي ذب عليه ذب عليه واحد ذب عليه شب ايش طيب تفضلوا تفضلوا واحد شب وش طلباتكم هنا سم وانت يا حبيبي تفضل في قلم عندك صح طول طول لا تعال هنا تعال هنا تعال هنا حد قال لك الفريق من الفريق الاول ابو هذا الفريق الاول الفريق الاول في هذولا اصحاب الجريش الفريق الاول هنا هنا الجريش هنا هنا اول الاول اوكي وهنا لحم سليم بس يا حبيبي اكثر كذبه جاتك وش دمك حلو صدق للاسف تدري ايش انك صدقتها ها انا صدقها والله شباب ليش كان من الظاهر شكله مجروح منه كمل والله انتم ما شاء الله تبارك الله فكاهين عرفت ما احتاج تعلق ما نوصل مواصيلكم في الفكاهيات عرفت أيوة. لكن واذا قلت شيء ثاني لكن يلا لكن اوكي اوكي انتم ما شاء الله تبارك الله فلوا زي كذا لكن المطبخ مو بكم الاسبوع هذا اليوم هذا احنا كلها يعني خلنا ما قلنا لا انت ضايف بعلم بعلمكم حاجه يعني خمس دقائق وتروح شوف الساعه الخشبيه احترموا احترموا اللي عنده مطبخ مع الجاكيت بعد احترموا احترموا اللي عنده مطبخ مو يومكم يعني لا تحسون ان كذا يعني لا طردوا الكاميرا حتى في المطبخ على كيفنا والله الكاميرا كلنا نحب يعني تبي نستح ونتبشر ونمشي لا يا حبيبي يا طيب هلا يا ابو علي مساكم الله بالخير انا احبك يا ابو علي اموت عليك يا ابو ليش تجون عندك ما راح نتفشل ما راح نتفشل جالسين هنا مره متى مطبخك انت؟ والله انا كل المطبخين او الخدم كل ايام المطبخ ان شاء الله مشيت لنا كنت الاثنين تجوني مع بعض قل لا اله الا الله ان شاء الله قل لا اله الله وش بتسوي علي 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 والله السالفه جد اسف ايش بسوي عبد الرحمن ايش بسوي لك والله سجد بعطيك طبخه تحوس شباب شباب عبد الرحمن حتى ما تقدر تسوي عبد الله يلا بنمشي بنمشي لو سمحت بس والله لازم حبيبي خلاص قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله لا اله الا الله لا ظلمنا ما ظلمك طالب والله يعطيك طبخه هد هد خلاص لا تعطيهم ان شاء الله لو سمحت خلي اعطيه بس شو الطبخ عندكم طلب يا مقادير ب 50 ريال يلا زرنا طيب ان شاء الله انك تكتب روح سوي التمثيليه بسوونها ان شاء الله في المطبخ تطلب من الشاشه مقادير يكتب لك المقادير او 150 اتصال تاخذ الطريقه كامله ويقول لك سوي الحاجه الفلانيه سوي الحاجه تكتب معه اوكي او تطلب انت براسك المقادير مجاني ما تضرب لا لا اطلب طلب مقادير 50 لا لا اصبر اصبر اخر اطلبها نصيحه اصبر متاكد انت اي لا تطلب اخي لا حبيبي لبن بصل جريش زبده زبده تدري شو جالسين هنا تفضل حبيبي اشتري مالك دخل يا ثقيل انت معقوله ما تدخل فيها جريش مستحيل عاد هم البدو حق البدو حق والله جريش بس ما يكاد هذا اشتري اشتري على طول ما يكاد شفت ايش بقول يا شباب اي ليش ترجع مرحبا يا ابو غنى صار مسلك ما بعد مليون هو اسهل اسهل مره الله يحييك طب سهاله بس اللي تسويها لنا دائما الوالد الله يطول عمرك ايش رايك بس 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 يا رجال اصبر خل 50 دفع طيب يا شباب كم انا 100 الله يبقيك ارحب مرحبا مليون كيف حالك عساك بخير شو اخبارك ابو علي
اذا عبد الله بن دفنة وعبد الرحمن المطيري 100 100. ها لا لا اوكي خلاص مشينا والله انا خصم تقعد لي اجل والله عيب عليك اقول لك الله يحفظك المطبخ للشباب خلاص مشينا هذه فقره خلنا تعال عبد الرحمن تعال علم هذه فقره رسميه ترى ايش معنى فقره رسميه يعني نفسها نفس زد رصيدك نفس مسابقه زد فرصتك يعني احترم يعني الشباب هذول الاربعه المطبخ لهم يعني ما احنا محترمين صبر 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 لا انت خليه جاوبك لا انا قلت لك قبل شيء قلت الله يحفظكم يا شباب الفقره هذه حددي مشكلتك الاربعه ايوه موجودين هنا خلاص بدا موجودين. بدا شوف الشباب موجودين هنا ما بدا هذا لك اثنين كانوا داخل ويوم جو حبيبي يلا هذه مشكله اللعب قلت بنروح نقبل معك براحتكم جاء الخصم ولا 100 ريال براحتكم لا لا خلاص مو ولا والله انا يقول لي خلاص اذا قعدنا ما ادري خلاص 50 من عندي لا خلاص يا رجل اعوذ بالله والله انتم لا 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 خلاص والله زين انا قلت لهم انت قلت قبل ما يبدون بدون نرجع نروح والله انهم يقولوا لنا خصم 100 100 براحتك والله انا اقول لي في ريبيس افا تا ما اعرف ابن اخوي الصغير يا هي والله ما اخصم عليك فانا والله تاكلها والله ما وش دخلك لك عندي خلاص ابشر والله خلاص ابشر يلا مبلغ طيب يا شباب الفريق الثاني تطلبون مقادير او